السلام عليكم محمد بولالي، انا السكينه ودواري مدرسه جامعه وقياده بنعمان عماله تيزنيت، وصاد بالضريد نسكن الوقفه احتجاجيه وغرس اللي دان صدوار نحي مترزن كاتشكا مشروع الملك السامي اللي تيزنيت الداخله بفلاح غرس المنفذ الوحيد اللي فتنا صدوار نحي مترزن نتضرى بهرا تيم غارينا تي واش كانت ديت كامس كانت غي ديال الوقفه اش كاين الدراكس كان غي اعتقالات الدريته او دوار ولا تيم غارين فميت في ان السبب اللي سوت السيما ما تي قامي تضران اش كنت اعتصم في غراس الحق اللي كان مشروع اعتصم في الناس اش تشكت السلطه تدخل تسكلي اعتقالات فميت نكني غصاد ما المطلب الوحيد اللي انضرب هو اغرس اي التسكير ديال التسكير ديال القنضارات اللي يمكن ان اجلس الزراي صدوارنا وشكرا لكم. كاين قاد طلبه ثانويه ابن خالد التاهيليه تشكد الشركه ياد تحيدها توياها اغرس نحلي كان ساليس يقرب المبتغى حيت ثانويا وكان كنا يوميا يعني يوميا نتكارس من 8 ل 12 نتاش كان نشتا يمكلي من 2 ل 6 يعني 4 مرات في النهار وكان يوينا غرس نح عدبنا حنا المهم تاع ديباني المعقول و نتكا يا غرس هذني اللي كان دوبلو غرس نح يعني بزاف